دلوقتي هنعمل مع بعض وصفة من وصفات اللي بعملها للأطفال بالخضار المستخبي. فعلشان نعمل كفتة بالخضار المستخبي للأطفال عايزين طبعا الكبار كمان بياكلوها، بس يعني كيلو لحمة مفرومة أو نص طبعا حسب عدد أفراد الأطفال، بصلة صغيرة مبشورة، نص كوباية شوفان منقوع مع ربع كوباية حليب أهو، وعندنا 2 جزر مبشور، 2 كوسة مبشورة، ملح وفلفل، بيض وبقسماط، زيت للقلي أو لو هتشوها في الفرن، كاتشب ومايونيز للتقديم، وبقى زي ما انتوا عايزين بطاطس ويدجز خاص زي ما تحبوا. هي الفكرة إن إحنا ندخل الخضار في الوصفات اللي الأطفال بيحبوها. فهنبتدي دلوقتي نعمل الوصفة بتاعتنا السهلة قوي قوي، وإحنا حاطين فيها حاجات مفيدة زي طبعا بغض النظر عن اللحمه انها مفيده كمان، حاطين فيها جزر مبشور، حاطين فيها كوسه مبشوره، وحاطين فيها شوفان، فهي يعني قيمه غذائيه عاليه جدا للاطفال، ومفيد جدا ان الاطفال ياكلوا الوصفه دي بالخضار المستخبي. وهنزل لكم افكار كتير كمان للاطفال بالخضار المستخبي، كل الوصفات اللي كنت بعملها لاولادي وهم صغيرين بضحك عليهم بيها هنزلها لكم علشان خاطر الاطفال يستفيدوا من الخضار. طيب هناخد اللحمه بتاعتنا دلوقتي وهنحطها هنا، لحمه مفرومه، احنا ممكن نعمل نص الكميه، ناخد بس نص الكميه اهي، عندنا هنا الخضار اللحمه المفرومه بتاعتنا، هناخد الكوسه، احنا طبعا عاملين نص الكميه فهناخد نص الكميه، طبعا دي بتتعمل برضو هنعملها، هنعمل بيض وهنعمل حاجات كتير بالخضار المستخبي. طيب هناخد الجزر ونحطه كمان، وهناخد البصل، حطوا بقى توابل زي ما تحبوا، عندنا هنا الشوفان بتاعنا محطوط مع الحليب، عندنا نص كوبايه شوفان محطوطه مع قد ايه حليب، ربع كوبايه حليب، ده هيخلي الشوفان ناخد القيمه بتاعته الغذائيه وكمان هناخد القيمه بتاعه الحليب، وفي نفس الوقت بنطريه شويه فبنقدر ان احنا نحطه مع الكفته، بدل ما احنا بنحط ساعات مرات توست منقوع في الحليب هنحط شوفان، مفيد اكتر بكتير من اكيد التوست. هناخد الكميه بتاعتنا هنا، احنا طبعا متفقين ان احنا عاملين نص الكميه عشان كده انا باخد نص الكميات، هنحط ملح وفلفل، ادي الفلفل وادي الملح، على فكره بتقدروا تعملوها كمان بلحمه فراخ مفرومه، عندنا هنا اللحمة والجزر المبشور والكوسة المبشورة والشوفان منقوع بالحليب. ونرجع تاني نقول ان دي انا من سلسلة الوصفات بتاعة الخضار المستخبي. طيب الوصفة دي بنقدر نعملها مشوية وبنقدر نعملها مقلية زي ما تحبوا. لو مشوية هندهن الصينية بتاعتنا بشوية زيت وهنحط عليها الكفتة بتاعتنا بعد ما بنشكلها زي ما الولاد بيحبوها، بيحبوها صوابع، بيحبوها مدورة زي ما بيحبوا، شايفين اهي، ولا هيحسوا بطعم اي حاجة غريبة في الكفتة بالمرة. اهي هنجيب بقى الصينية، ممكن تقلوها، احنا اللي عاملينها هنا مقلية، دلوقتي هنحط شوية زيت وهنحطها في الفرن، نبقى عملنا المقلية وعملنا المشوية. المقلية عملناها ازاي؟ حطيناها عادي بانيه في البيض والبقسماط وقليناها، ودلوقتي هنحط المشوية علشان نبقى شفنا الاتنين شكلهم بيبقى عامل ازاي، وانتوا اعملوها بالطريقة اللي بتحبوها. طبعا دي يعني كبار وصغيرين بياكلوها، يعني بتطلع طعمها لذيذ للكبار وللصغيرين. دي ممكن نعملها احنا مدورة، مدورة عشان نبقى عملنا الكفتة البانيه أصابع، ودي نعملها مدورة، هنعملها كده اهي اهي، شوفوا كده، دي بقى كده بندخلها الفرن على درجة حرارة 200 تقريبا، تقعد تقريبا يعني نقول 25 دقيقة تقريبا، بتطلع متحمرة بقى كده ولذيذة، ولو حسينا انها اتحمرت من تحت وما اتحمرتش من فوق بنولع عليها الشواية شوية. انا بقى هكمل تشكيل دي الكفتة اللي عندنا، وزي ما اتفقنا درجة حرارة 200 على 200
لو هتولعه من فوق ومن تحت هتخلص اقل من 25 دقيقه، يعني ممكن تاخد 20 دقيقه بس لو هنولع عليها من فوق ومن تحت في نفس الوقت. وزي ما قلنا تقدروا تعملوها كمان بالفراخ، كفتة الفراخ برضو بتطلع حلوة قوي. في ناس كمان بيضيفوا لها بطاطس، بس قولوا يعني البطاطس مش يعني الحاجات التانية، الجزر والكوسة أنا يعني أغنى كتير، يعني بفضل تبقى هي اللي محطوطة أكتر من البطاطس. عايزين تضيفوا بطاطس برضو معاها ممكن. دي مش راضية تطلع مدورة ليه؟ لماذا؟ خلاص احنا كده جاهزين باللحمة بتاعتنا. كمان ممكن تعملوها سياخ عادي زي ما تحبوا.